ملايين الناخبين في مالي بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد والتي يتنافس فيها الرئيس منتهي الولاية إبراهيم بوبكر كيتا وزعيم المعارضة سومايلا سيسي. وقد نشرت السلطات المالية 36 ألف جندي على عموم تراب البلاد لتأمين العملية الانتخابية التي واجهت تحديات أمنية خلال الجولة الأولى منعت من إجراء الاقتراع بأزيد من 800 مكتب تصويت. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. الرئيس المالي منتهي الولاية إبراهيم بوبكر كيتا وزعيم المعارضة سومايلا سيسي في سباق رئاسي نحو قصر كولوبا للمرة الثانية منذ عام 2013. أزيد من 8 ملايين ناخب دعوا للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد جولة أولى تنافس فيها 24 مترشحا. ويشكل الوضع الأمني أبرز التحديات التي تواجه هذه الانتخابات، وقد اعتقلت أجهزة الاستخبارات في البلاد 3 أشخاص وصفتهم بالإرهابيين عشية الانتخابات الرئاسية، وتتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات بالعاصمة باماكو. وقد تجلى تأثير الوضع الأمني على العملية الانتخابية بالأساس خلال الجولة الأولى، حيث لم يجرى الاقتراع في أزيد من 800 مكتب تصويت، كما تمت مصادرة بعض صناديق الاقتراع، وتم إحراق بعض المكاتب في الشمال والوسط، كما نفذت بعض الهجمات. وكانت وزارة الدفاع المالية قد ضاعفت عدد الجنود الماليين لمراقبة الانتخابات في الجولة الثانية، ليصبح عددها 36 ألف جندي منتشرين على عموم تراب البلاد، بعد أن كان العدد 30 ألف جندي خلال الشوط الأول. أنصار سومايلا سيسي وزير المالية السابق تحدثوا مساء السبت عن عمليات تزوير تتمثل في توزيع بطاقات الناخب على المصوتين، وهو ما اعتبروه مؤشرا على عدم شفافية الاقتراع. ولا يستبعد الكثيرون ألا يختلف شوط الانتخابات الثاني عن سيناريو الجولة الثانية عام 2013، حيث تنافس الرجلان وفاز السبعيني كيتا بنسبة كبيرة. ورغم الفرق الكبير الحاصل في نتائج المتنافسين خلال الجولة الأولى، حيث حصل كيتا على نسبة 41% وحصل سومايلا سيسي على نسبة 17%، إلا أن الأخير يراوده الحلم في أن التغيير ممكن، وأن كيتا باتت أيامه بكولوبا قصيرة. أبو معتز الجيلاني كاتب صحفي ومتابع للشأن المالي، أهلا وسهلا بك. مرحبا. بداية، كيف تابعت الجولة الثانية من الانتخابات في مالي؟ أولا أود أن أشير إلى أن هذه أول مرة لا يكسب فيها رئيس في مالي الانتخابات في الشوط الأول في مأموريته الثانية. في الحقيقة رغم التوقع فوز الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا، إلا أن هنالك مؤشرات بأن النتيجة قد تكون مفاجئة للمتابعين. في الحقيقة كسب كيتا للجولة الأولى ب 41.42 مقابل 17 لغريمه تركت المراقبين يجعلون من كسب الشوط الثاني أمرا بديهيا، لكن الأصوات التي تم الكشف عنها لحد الساعة التي توصلت لها ستعطي نتيجة غير المتوقع، لأنه كان هنالك ينتظر أن يكون هنالك فوز كبير بفارق كبير، وذلك لأن المرشح الذي جاء في المرتبة الثالثة والمرشح الآخر الذي جاء في المرتبة الرابعة اللي هو جالو ومودي بوجارا قال أنهم يتركان الاختيار لمناصرهم ولم يوجهوهم، ولذلك اعتبر هذا على أنه ضمنيا
إشارة إلى الانضمام إلى كيتا. لكن مثلا كمثال في بلدية سيدي في بلدية سريري في مبتي حصل سيسة على 2103 أصوات، بينما حصل كيتا على 1013 صوت. نعم، إذا قتل أحد رؤساء المكاتب واختطاف آخرين، كما تم حرق بعض مكاتب التصويت، هل من شأن هذا أن يؤثر على العملية الانتخابية؟ حصل في الشوط الأول ما هو أعظم من هذا، لأنه في الشوط الأول لم تتمكن 825 مكتب من استقبال المصوتين نتيجة للوضع الأمني. نعم. كما أنه قتل كذلك أربع وكلاء انتخابات، وتمت مصادرة أدوات الانتخابات. في هذه قتل رئيس مكتب، وأيضا تم الاستيلاء على مقتنيات مكتب آخر وتم حرقه من طرف جماعة إرهابية أخرى، لكن هذا يعتبر دائما جزء من المشهد. نعم، إذن أيهما الأقرب إلى الفوز برأيي في الجولة الثانية، كيتا أم سيسي؟ في الحقيقة في هذه البلدان عادة يكون العامل الخارجي. نعم، إذن هل هو الحاسم. وبقراءتي الساحة هنالك نرى أن بقاء بكر كيتا في الحكم لفترة أخرى يلبي حاجة في نفس فرنسا خاصة التي تتمنى أن يبقى هنالك إلى أن تكون يتم تفعيل قوة الجي خمسة، المجموعة الخمسة الساحل، وتستطيع قوات برخان الانسحاب. نعم. ولذلك معناته أنه تقريبا بهذه المعادلة يكون الفوز أقرب هو لكيتا من هو لسيسي. ثانيا في شيء آخر، أنه سيسي أنه كيتا استطاع مثلا أن يحضر فوزه ببعض الأمور. أولا زيارة كيدال خلال الحملة الانتخابية، وكذلك قبل ذلك تعيين أغراف وزيرا للداخلية والمشرف الأساسي على الانتخابات. نعم، إذن الوضع الأمني يبدو أبرز التحديات التي تواجه مالي. إلى أي حد يعتبر محددا في خيارات الماليين لمن يكون رئيسهم؟ على كل حال للأسف كيتا منذ أن جاء للحكم استمرت الأوضاع في السوء أكثر، تسوء أكثر فأكثر، وبالتالي الماليين لا يعلقون عليه أملا في توفير الأمن في مناطقهم، لكن الماليون يخافون من ما هو أكبر من عدم الاستقرار الأمني الموجود الآن، وهو الحرب الأهلية، ولذلك سيرضون بهذا الوضع في انتظار أن وفي رجاء أن الأمور تستقر فيما بعد. إذن أبو معتز الجيلاني كاتب صحفي ومتابع للشأن المالي، شكرا جزيلا لك. شكرا.